الأخبار من الحدث. حراك سياسي مكثف لحل الأزمة اليمنية، وفد عماني في صنعاء برفقة قيادات حوثية، وأبن مبارك في مسقط. ها نحن في قطابر، يحدنا من هنا سوق آل ثابت، ويحدنا من هنا مديرية قطابر، ومن هنا سوق آل ثابت. قيادات في الجيش الوطني تزور مناطق استراتيجية في صعدة وتكذب ادعاءات الحوثي بالسيطرة عليها. قيادي حوثي يكشف التحاق أكثر من 600 ألف طالب بمراكز صيفية للتعبئة الطائفية والقتالية. نائب في برلمان صنعاء وقيادي مقرب من الحوثيين يكشف عن اختفاء 5 أطنان من الحشيش من ساحة النيابة. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي نخصصها كاملة لمتابعة الشأن اليمني، ونبدأ من هذا الحراك، حراك دبلوماسي وسياسي مكثف لحل الأزمة اليمنية. ففي ظل الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى مسقط في إطار جولته الخليجية حول أزمة بلاده نتيجة التعنت الحوثي، وصل إلى صنعاء اليوم وفد عماني برفقة قيادات حوثية بينهم الناطق باسم الميليشيات محمد عبد السلام. وتأتي هذه الزيارة في ظل جهود دولية وأممية لإنهاء النزاع في اليمن، وهي جهود قوبلت بتعنت من قبل الميليشيات التي ترفض وقف الحرب وتواصل هجماتها على مأرب. وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين كان قد أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف الحرب في اليمن وإفساح المجال للحلول السلمية بين أطراف النزاع عبر المفاوضات والحوار المباشر، على التأكيد على أهمية وأولوية دخول المواد الإنسانية والحياتية للشعب اليمني. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الشأن اليمني الأستاذ ماجد المدحجي. أستاذ ماجد أهلا بك. خلينا نقرأ في بداية هذا الحراك الدبلوماسي سواء في صنعاء أو في عمان، إلى أي حد تشعر أن ثمة جديد يمكن أن يفضي إلى حل أو تحريك فعلا؟ مرحبا. بداية بالتأكيد هذه زيارة الأولى من نوعها، يعني مسقط ليست أي عاصمة أخرى بالنسبة لصنعاء، لطالما كانت مسقط المنصة الأهم التي نمي فيها التمثيل السياسي للحوثيين، ولديهم بين بقوسين دالة على الحوثيين لم يقوموا باستخدامها على مدى 7 سنوات، وكانت عادة طائرات العمانية تذهب حاملة وفود الحوثيين أو عائدة. هذه أول مرة يذهب وفد عماني باتجاه صنعاء باتجاه حديث حول السلام، يعني لم يسبق هذا. عادة الضغوط العمانية تكتفي بالحديث مع محمد عبد السلام الضيف لديهم، لكن هذه المرة ذهب العمانيين مباشرة إلى عبد الملك الحوثي، وهذا يقول إنه هذا تحرك مختلف من قبل العمانيين، وهو حقيقة كما هو معلوم هو نتيجة ضغط أمريكي لتلعب مسقط دورا. هل حملوا شيء ما؟ يعني هل حملوا مقترح ما؟ واضح أنهم يحملون مقترح، مسودة ما، خطة خروج ما لعبد الملك الحوثي في صنعاء ربما يعني يقبل بها. وبالتالي في اعتقادك، ما لو أردنا أن نستشف نقاط خارطة الطريق للتفاوض، أهم بنودها أو أولويات بنودها في اعتقادك؟ هو المشكلة عزيزي أنه الجميع وصل إلى السقف في التنازلات. بما ماذا يعني ذلك؟ يعني نحن نتحدث عن إنه الولايات المتحدة تحديدا عرضت، والمملكة والمبادرة إجمالا عرضوا موضوع الرفع الكامل لإشكال المحيطات مقابل شيء منخفض وغير مكلف، اللي هو وقف إطلاق النار تحديدا في جبهة مأرب. يعني لم يقدم الحوثيين هنا أي تنازل، الحوثيين يريدون الحصول على كل الكعبة كامدر، ولذلك يصعب تحديدا تقديم شيء إضافي لهم. هذا هو التحدي الآن في الموجود في معادلة، ما الذي يمكن أن يقدمه طرف آخر، خصوصا أنه عبد الملك الحوثي تحديدا قبل البارحة كان راديكالي للغاية في خطابه الذي ألقاه،
والذي حدد سقفا مرتفعا لأي مسار، وقال إنه لن يقدموا أي شكل من أشكال التنازلات في قبل وقف ورفع الحصار كليا. فبالتالي لديك عقدة حقيقة لا يتوقع أنه تشهد انفلاق القبيلة. لكن دعنا نكون واضحين، العمانيين لديهم القدرة على الضغط، على يعني هناك طرفين فقط في المنطقة لديهم القدرة الآن أو لديهم أوراق ضغط على الحوثيين، هما إيران بشكل أساسي وسلطنة عمان في الدرجة الثانية. سلطنة عمان هي الطرف المضيف للحوثيين، يعني المكان الذي إذا شعر يستطيع بما لديه من بما قدمه تحديدا إذا غضب أن يؤلم إذا سحب الشكل من الخدمات اللي قدمها. فبالتالي هذا الامتياز الذي يمتلكه يجب أن يستثمر لأنه لم يثمر. طب هذا طب يعني يجب أن ماجد. لا تبقى فقط يعني نحن أمام للقاءات. متغيرين فضل. جديدين، المتغير الأول وهو واضح أن هناك نية أمريكية لإنهاء هذا الملف. 6 مرات مبعوث الأمريكي ليندر كينج إلى المنطقة، في نفس الوقت تصريح حاد من وزارة الخارجية بالأمس، وبالتالي البعض يقول هناك نية أمريكية هذه المرة في إنهاء وإغلاق هذا الملف. لكن هذه النية الأمريكية يعني تأتي مواكبة مع تصريح عبد الملك الحوثي بالأمس، وبالتالي كيف يمكن الربط ما بين ما يقال من نية أمريكية وتصريح حوثي بأنه مستمر ويواصل ولن يوقف القتال وأنه ضمن معادلة حسن نصر الله؟ النية الأمريكية أفصحت تحديدا منذ الليلة الأولى لتولي بايدن إدارته، قدموا مجموعة من ليست فقط تحرك سياسي باتجاه السلام، لكن مجموعة من الهدايا المجانية التي لا تقدم إلا في إطار صفقات قدموها مجانا للأمريكيين باتجاه إرخاء الجو في حرب اليمن، وكانت أحد أسباب ليس فقط تعطيل المسار الدبلوماسي لكن الانتعاش العسكري لشهد العودين. فبالتالي بدأ الحوثي الأمريكيين يغيروا مقاربتهم، يميلوا إلى إنجاز صفقة بحدود الدنيا، وحقيقة انخرطوا بشكل هائل. الولايات المتحدة همشت بشكل ما دور الأمم المتحدة لصالح دور مبعوثها الذي قاد شخصيا هو كل النقاشات وحرك كل الملفات، حتى أنه مارتن جريفيث بدأ مساعدا له وليس ممثلا للأمم المتحدة. على العموم السقف الأمريكي والضغط الأمريكي الذي ذهب باتجاه الرياض وباتجاه أبوظبي بشكل كثيف في البداية الشهر الأولى لم وانتزع منهما تنازلات، لم يجد في المقابل استجابة بأي حد أدنى من قبل الحوثيين، وهذا كان مكلف ومحرج بالنسبة للإدارة الأمريكية التي قدمت هدايا بما فيها رفع التصنيف. ما الذي بيد الأمريكيين أن يفعلوه؟ لديهم مجموعة من الخيارات، الضغط على منصة تمثيل الحوثيين السياسية الموجودة في مسقط، يعني الضغط على السلطنة، القيام بتجديد أو إضافة اسماء المزيد من العقوبات، وباتجاه ناهيك عن المزيد من القيود على موضوع دخول السلاح أو ما إلى ذلك، والعمل على إنشاء أدوات ضغط جديدة غير ذلك، غير باستثناء التصريحات العلنية باتجاه حل أزمة اليمن لا يمتلك الأمريكان الكثير. ولذلك رأينا هذا الوفد العماني الذي هو واحد من آخر الخيارات التي لجأها إليها الأمريكان بالضغط مباشرة على مسقط لتذهب. يعني التحركات بدأت، علينا أن ننتظر ونراقب بحذر. شكرا جزيلا ماجد المذحجي الباحث في الشأن اليمني كان معي من القاهرة. أستاذ ماجد شكرا جزيلا لك. جهود دولية متواصلة لحل الأزمة اليمنية، واشنطن التي عينت مبعوثا خاصا لليمن كثفت مساعيها للتوصل لحل سياسي، وأوفدت ليندر كينج إلى المنطقة 6 مرات خلال الأشهر الأخيرة رغم التعنت والعراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي، وهو ما دفع الخارجية الأمريكية إلى تحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود التسوية وإطالة أمد الصراع. 6 زيارات قام بها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج إلى منطقة الخليج العربي سعيا وراء حل سلمي للأزمة اليمنية ووقف إطلاق النار، لكنها جميعا فشلت على يد الحوثي. ميليشيات الحوثي ما زالت تعرقل كل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية والإقليمية. حتى اللحظة الجهود الأمريكية التي يبذلها ليندر كينج لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة، لأن الحوثي يضع العصية في الدواليب. الميليشيات ترفض وقفا شاملا لإطلاق النار، لكنها تريد الشروع في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة كي تتنفس.
أما عملية إسقاط مأرب فتبدو الآن مستحيلة على الحوثيين كما يقول ليندر كينغ. المبعوث الأمريكي يبدو مستاء من إطالة الحوثيين أمد الصراع، وحملت الخارجية الأمريكية الميليشيات مسؤولية استمرار الحرب وعرقلة جهود التسوية. لكن ليندر كينغ يؤكد أن الجهود الأمريكية ستظل مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، ولمح إلى أن واشنطن لديها أدوات ضغط وتعبر عن عدم رضاها من إجراءات الحوثيين. المبعوث الأمريكي أشار إلى اختلافات في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده لديها صوتها ومنظورها الخاص وخبراتها حول النزاع وكيفية حله. من واشنطن ينضم إلينا ريتشارد ويتز، مدير برنامج التحليل السياسي والعسكري في معهد هاديسون. ريتشارد، أهلا بك. يعني البعض يقول الرد جاء مبكرا بالأمس من عبد الملك الحوثي بأنه لن يوقف القتال وأنه ضمن محور حسن نصر الله في المنطقة، وبالتالي هنا ماذا يملك الأمريكيون من أوراق ضغط على الحوثيين إن رفضوا المساعي الأمريكية عبر العمانيين في حل هذا الملف؟ ليس بالكثير. هذا سؤال جيد، فإن إدارة بايدن حاولت أن تتواصل بشكل مبكر وأن تكون لطيفة معهم، ورفعوا اسم الحوثيين عن قائمة الإرهاب، وكان أملهم أن يتعاونوا وأن يروا بمحاولات أمريكا بالجهود لفتح الحوار مع إيران، إلا أن المسألة ما زالت صعبة، وقدرتهم على التأثير على الحوثيين هي صغيرة أو التحالف حتى، فلست متفائل، وأعتقد أن المسألة ستكون عبارة عن تدخل أمريكي غير ناجح. طيب، يعني الأمريكيون يعني قدموا أشياء كثيرة للميليشيات الحوثية، رفعوا اسمهم من قوائم الإرهاب واتبعوا منهج المهادنة معهم، ولكن بعد هذا الدخول بكل هذا الثقل الأمريكي، هل ممكن بايدن يغير منهجه الدبلوماسية الخانعة كما كتب هنا في الشرق الأوسط؟ لقد بدأ ذلك على ما أعتقد، فالإدارة يبدو أنها قللت من آمالها في التعاون مع الحوثيين، وأعتقد أن هناك دعم يقدم للتحالف الذي سيحاول تحرير اليمنيين من الحوثيين وإعادة الحكم للسلطة الشرعية للحكومة الشرعية، وبالتالي إعادة توجيه الاهتمام إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تجاهل المنطقة لبعض الوقت في البداية، إلا أن ما حدث ربما هو أنهم فقدوا الاهتمام، قد يزيدون التركيز على قضايا مثل قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وربما العراق وربما على منطقة آسيا أكثر، وبالتالي الجهود الأولى كانت محبطة، وبالتالي قررت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع فعل الكثير بالنسبة للحوثيين وستركز اهتمامها إلى مكان آخر. عبد الملك الحوثي بالأمس في كلمته شكر إيران وأكد أنه مرتبط بها، وبالتالي البعض يقول مفتاح الحل في إيران، وهنا السؤال، يعني هل سيدير الأمريكيون هذا الملف عبر إيران، وبالتالي الملف مرتبط باتفاقات إيران النووية في فيينا وجلسات الحوار، أم سيكون إدارة بمعزل عن إيران من خلال دول المنطقة انطلاقا من الجولة التي قام بها ليندر كينغ في الأيام الماضية؟
إن الإدارة تقول أنها تسعى على جميع هذه المستويات، تتواصل مع دول المنطقة بالنسبة للملف اليمني بما فيها إيران، إلا أنه سيكون هناك مشكلة مع إيران. فحسب ما نرى فالإدارة قد وضعت أولوياتها وإعادة التركيز على النشاط النووي الإيراني، وتسعى لاتفاق ينصب على ذلك ومن ثم إلى قضايا أخرى بما فيها اليمن. إلا أنه عند الوصول إلى مثل ذاك الاتفاق فهذا سيترك حافزا لإيران لتعالج ما تقوم به في العراق وفي دول أخرى. وبالتالي الضغط الأمريكي يجب أن يكون قبل الاتفاق، لأنه فيما بعد لن يكون لإيران اهتمام. أعتقد أن المحاولة للتواصل مع إيران ستكون بعد الاتفاق، لكنني لا أعتقد أنها ستكون ناجحة. سيد ريتشارد، البعض يقول لو تعنت الحوثيون كما هم يتعنتون، على الأقل الأمريكا تعيد وقف التصدير اللي أوقفته للجيش اليمني. وهل ممكن يسلح الأمريكيون الجيش اليمني الوطني في مقابل التعنت الحوثي على الأقل يعني؟ نعم، أعتقد أننا نرى أن هناك تراجع عن بعض السياسات وزيادة الجهود لوقف السلاح الذي يصل للحوثيين، ونرى أثر تدميري على قدرات الحوثيين في اليمن، وكذلك الهجمات التي يقومون بها بدعم من إيران على السعودية والإمارات. لكن لا يريدون أن يروا الصواريخ الحوثية تصل إسرائيل. الولايات المتحدة تريد وقف ذلك. الشريك الوحيد للولايات المتحدة في هذه الجهود هي الحكومة الشرعية اليمنية وشركائنا في التحالف، وعبر الوقت الدعم الأمريكي سيزداد وربما لن يكون على نفس القدر الذي ترجوه جميع الأطراف. ريتشارد ويتز، مدير برنامج التحليل السياسي العسكري في معهد هاديسون، كان معي من واشنطن. سيد ريتشارد، شكرا جزيلا لك. إلى الشأن العسكري اليمني، رافقت كاميرا الحدث قيادات مع الجيش الوطني خلال جولة في منطقة قطابر بمحافظة صعدة، بعد مزاعم حوثية بتنفيذ عملية عسكرية فيها والعبور منها إلى مناطق في جازان السعودية. القيادي في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي قال إن الحوثي يختلق الانتصارات الوهمية لتهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرته ورفع معنويات عناصره المنهارة وتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض والخسائر الكبيرة التي يتكبدها. نحن في قطابر، يحدنا من هنا سوق آل ثابت، ويحدنا من هنا مديرية قطابر، ومن هنا سوق آل ثابت، ومن هنا تبة الخيال، ومن هنا جبل الخيال. يتناسى أنه سقط في مارب، ويحدد من انتصاراته في جيزان وربا جيزان. يكذب ويخسأ، يكذب ويخسأ. المادة الثالثة الذي يوجهها لأبائنا الذي تحت سيطرة الحوثيين، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على أبنائكم، فإنه يرسلهم إلى محارق الموت. أنت مشتكي أرباباً من فيما تروج له الميليشيا من إشاعات مغرضة وإشاعات كاذبة أنها تقدمت، وهي من الأساس تتكلم عن مقاطع قديمة عثت عليها السنين قبل 4 أو 5 سنوات، ويروج على أنها اليوم هذه أرباكم كما تشوفون، وهؤلاء الأبطال
ذاهبون إلى مواقعهم وذاهبون إلى خدماتهم على المدارس. موافق 5/6/2021 من جبهات البطولة والشرف جبهة الفداء والتضحية في جبهة مران. إذا على وجه الخصوص جد عبد الملاحين هذا جبل طيبان وهذا جبل طلان وهذه القمامة، نرد على أكاذيب الحوثي وأنصاره في المزيفة التي زيف على أبناء الشعب اليمني بأنه دخل إلى جهزاء، نقول له هات لك لن تحقق ولن تدخل شبر واحد، إنك تكذب كما تتنفس. كما تشوفون تشاهدون الجبال اللي أمامكم بأن الحوثي كلها انتصارات يعني بوسائل التواصل الاجتماعي بالإعلام، لن يحقق شيء على أرض الواقع أو يتقدم شبر واحد على الأبطال الموجودين في في في, في هذه المواقع. كشف قيادي حوثي عن عدد الطلاب الذين يخضعون للتعبئة الطائفية في المعسكرات الصيفية التابعة للميليشيات الحوثية للزج بهم في جبهات القتال. وقال القيادي الحوثي حسين العزي إن عدد الملتحقين بالمراكز الصيفية بلغ 620,000 طفل، وهو رقم تجاوز توقعات جماعته بمقدار 220,000 متدرب. إعلان العزي أثار غضبا وجدلا في الأوساط اليمنية، فإلى جانب التشكيك في صحة الأرقام أعربت عائلات يمنية عن استيائها من استغلال الميليشيات للمدارس وتحويلها إلى مراكز للتعبئة الطائفية. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كشف أن الضابط في فيلق القدس حسن إيرلو يشرف على مخرجات معسكرات التدريب التي تقيمها ميليشيا الحوثي لاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء المراكز الصيفية. وأوضح أن ميليشيا الحوثي تقوم بإشراف إيراني باستدراج الأطفال لمعسكرات تدريب، داعيا المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها سيطرت ميليشيا الحوثي لإدراك حقيقة مشروعها الذي يستهدف اليمن. من وحينا وآيات أنادي بكرامات إلى يوم القيامة، سأذوق الموت بالعز ولا أن ظل حيحات، أقرز خنجر خدري جلبي بشدن ذر أمسر أمرح دهم ديلن شعب دهم دان بزيشي قلين وسمر أمره دهم دان بالأدر شكن بأسن ستمقر كمر أمرام. في صنعاء كشف النائب البرلماني أحمد سيف حاشد أن 5 أطنان من الحشيش اختفت من حوش النيابة الجزائية المتخصصة، كما اختفت أيضا 6 شاحنات لمبيدات خطرة مهربة. وقال حاشد في تغريدة له على تويتر إن حاميها حرميها، وهو ما فسر بأنه إشارة إلى ميليشيات الحوثي التي تسيطر على الأجهزة الأمنية والمؤسسات في صنعاء. يواجه المنتخب اليمني لكرة القدم مساء اليوم نظيره السعودي ضمن منافسات الجولة 7 من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية وكأس العالم. المنتخب السعودي برصيد 11 نقطة يتصدر المجموعة الرابعة التي تضم أيضا أوزبكستان وسنغافورة وفلسطين. أما المنتخب اليمني فيحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة 3 من التصفيات انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. الأخبار من الحدث. حراك سياسي مكثف لحل الأزمة اليمنية، وفد عماني في صنعاء برفقة قيادات حوثية وبن مبارك في مسقط. قيادات في الجيش الوطني تزور مناطق استراتيجية في صعدة وتكذب ادعاءات الحوثي بالسيطرة عليها. قيادي حوثي يكشف التحاق أكثر من 600,000 طالب بمراكز صيفية للتعبئة الطائفية والقتالية.
نائب في برلمان صنعاء وقيادي مقرب من الحوثيين يكشف عن اختفاء 5 أطنان من الحشيش من ساحة النيابة. في الختام لكم دائما تحياتي، نلتقي بعد ساعتين من الآن، إلى اللقاء.